في الصباح بكري كالعادة نضت كتقلب بعينيها على عبد الله وتسول عليه، حتى قالت ليها جمعة راه بط المدينة. تأكدت أن أخوها غيجي ويقدر ينوض صداع وتفضح الهربة اللي هربات. قررت تجلس حدا عمتها وتعود ليها وداكشي اللي دارت. عودت ليها المعاناة اللي عايشة مع أخوها وباللي بسببهم هربات عند عمتها. عذراتها وعنقاتها كترضي عليها وفرحانة بها. هكا خديجة ارتاحت من أخوها اللي غيجي، واخا ينوض صداع ويغوط المهم غتكون في حماية عمتها وما عند محمد منين يدوز ليها. دوزت نهارها في غزل الصوف ساهية غير كتخمم، حتى واحد ما كينوضها تشقى وحتى واحد ما كيقول ليها شي كلمة خايبة. إلا بغات تشقى تشقى، ما بغاتش ما كاين اللي بزز عليها. بقات هكاك حتى دخل عبد الله، هزات في عينيها وسولاتو: هضرتي مع محمد؟ اه غدا في الصباح غيجي. تنهدات بحزن ورجعات لغزل الصوف ديالها. دازت العشية عادية، العمة فرحانة وكتمدح في خديجة وعبد الله كيشوف فيها بنص عين ويضحك، أما هي كتبتسم في وجههم بمجاملة باش ما تحسسهم بحتى حاجة. مشات نعسات حدا جمعة وعقلها وتفكيرها مسهرها، واخا فايقة مع الفجر طار عليها النعاس. كتخمم وتخمم وتسنى غدا يجي وتشوف شنو غيجيب معاه. الصباح كالعادة هي اللي عجنات وهي اللي جلست عند الفران كطيب الخبز. مقفضة على يدها وكتجبد في الخبز وتخشي شوية، هزت راسها تستراح هو يبان ليها محمد نازل الزربان مع واحد الكدية كيشوف فيها بغضب. شافتو ما عرفت تهرب لداخل تخلي الخبز يتحرق ولا توقف عليه ولا تغوت ولا شنو دير. بقات غادية جاية في بلاصتها تالفة، حتى وقف عليها عبد الله كيشير لمحمد ويضحك. مشى تعرض ليه سلم عليه وجابو حتى لعندها. هي كترعد حانية راسها ويدها على الفران ديال التراب. سلم عليها محمد وعينيه خارجين فيها كيحرك راسو بحال الا كيتحلف عليها. مشى دخل وبقات هي واقفة برا مقابلة الخبز وكتشوف فيهم. شافتو فاش طحنا على عمتو باس ليها راسها ويدها، وجلس حداها كيهضر معاها بشوية ويشير بصبعو جهة خديجة اللي قتلها الفضول باغا تعرف اش كيقول ليها عليها. شوية بدات العمة كتبكي وعبد الله تبدلو الملامح ديالو من فرح الى حزن. خديجة تخلعات وعينيها خرجوا وريحة الحراق من الفران عاطية. وقفت عليها جمعة كتنقز وتجبد الخبزة، وخديجة مركزة معاهم لداخل. دخلت تشوف شنو واقع وإذا بها كتفاجأ بمحمد كيهضر بجدية معاها وهو شاد لعمته في يدها. لبسي حوايجك غتمشي، بقات مصمرة كتشوف فيهم وهو يغوت. لبسي حوايجك، شافت عمتها ما تحركات ما قالت والو وهي تمشي كتجري لبسات جلابتها وبلغتها وخرجت حبسة البكية. نات عند عمتها بس لها راسها: الله يرضي عليك بنتي، انا مغطيك برضا ومفرشاك برضا. الله يرضي عليك محمد، ما تدابش مع اختك هادي، ما كتابش بنتي، كنت بغيت نجوجك لعبد الله وما كتابش، ولكن ديما غتبقاي بنتي. عنقاتها خديجة وبقات ساكتة ما عرفت باش تجاوب، وفضلت تسكت حسن ما ينوض محمد يسمعها اللي عمرها سمعاته. وقفت مدات يدها لعبد الله سلم عليها حتى هو باحباط وحزن شديد. ناض محمد بس لعمته راسها وعنق عبد الله وقال: الله يجيب لك اللي فيها الخير اخويا عبد الله، ما كتابش ما عندنا ما نديرو. خديجه غير كتشوف ما فاهمه والو. عنقات جمعه ودعاتهم وهي حابسه الدموع كيما ديما، ما كترضاش يشوفها شي واحد كتبكي وضعيفه. مشات مور محمد وكتطلب الله ما يهضرش معاه ولا يمد يدو عليها وهما غادي في اتجاه الطريق. غاديه وما فاهمه والو، بينها وبينه 5 متر. خايفه تقرب ليه كتجري باش تلحق خطواته السريعه. وصلوا للطريق وهي تفاجأ بسيارة يوسف تجيب رمادية واقفة، ما عرفت باش تبلات حتى لقات راسها حدا خوها كيفتح ليها الباب اللور. طلعت جلسات لقات يوسف القدام، هز عينه في المراية شاف فيها بنظرات غريبة فسراتها ندم وغضب، نظرات كيحملوا بزاف ديال المعاني. هبطت راسها وكحزات موراه في انقاز باش ما تبقاش تبان ليه، وتكات جبهتها على الكرسي وعطاتها اللبكة في صمت. طريق كاملة وهي كتبكي، ومحمد ويوسف القدام ساكتين حتى وصلوا لآزرو. وقف حدا واحد القهوة، نزل محمد وتلفت مخنزر في خديجة اللي مخبية دموعها كتمسح فيهم. تحركت السيارة شوية لقدام حدا واحد الجردة وقف، شافتو هبط وبدات كتصوت على عينها يبردو باش ما يعيقش بها. شوية بان ليها جر واحد العصار مادية من البلاصة فين كان جالس وحل عليها الباب. نزلت وهي بان ليها متكيه على عكاز تحت كتفو كيعرش، حقات فيه مزيان بانت ليها جبهتو فيها باندا صغيره ويدو ملوية عليها الفاصمه. خرجت عينيها شافت فيه وتخلعات، بغات تسول ورجعت سكتات. سد الباب وهو كيشوف فيها وقال: كتبكي؟ شافت فيه مخرجه عينيها وهزت يدها قالت ليه بعجرافه: كنبكي؟ سير سير علاش غنبكي؟ قال لك كنبكي.
قلب وجهه وقال يلا فين يلا انجلس لهيه. علاش غنجلس معك؟ اش بيني وبينك باش نجلس معك؟ اجي نجلس و الا ما عجبكش الحال رجعي. قلبات وجهها وتحركات معه. غادي كيعرج برجله جلس فوق واحد الكراسه ديال الجرده، ربعات يدها ساكته وتلفت جهتها، شاف فيها مطولا بحال ما مصدقش ان هذيك خديجه اللي معه. تنهد وقال بهدوء شنو كنا قلنا خديجه؟ يا كنا قلنا الا وقعت شي حاجه نجلسو نحلوها بجوج ماشي حتى تكبر. تلفتات شافت فيه وقالت بهدوء وشنو اللي غنحلو؟ علاش شنو كاين بيناتنا باش نحلو؟ هبط راسو وقلب وجهه للجن كيحرك راسو بالإجابة وكيردد شنو بيناتنا؟ ما بيناتنا والو، كاع داك الزابور اللي طبخنا طلع والو. قلبات وجهها الجردة وقالت انا ما طبخت حتى حاجه، عطيك اتساع ما كنتعلقش فيك باش ما يسحبش لك باغا منك شي حاجه ولا محتاجه لك. انا غير وحدانيه قلتي لها جوج كلمات تيقاتك وضحكات وفي البلاصه هجرتيه لها. انا عارف راسي غلط وما لحقتش نهضر معك دغيا خرجتي ما عرفتك كي درتي. اه غلطت معك ولكن واخا هكاك ما كانش عليك تمشي وتغبري شهر وزياده. تلفتات عنده باستغراب وقالت ببروده شنو علاش شنو بغيتيني ندير؟ نجلس معاك وانت درتي فيا ديك الدوره كامله، نتسناك تجي تهضر معايا وعلاش غنتسناك اصلا؟ علاش شنو كتسالني وشنو كنتسالك باش نصبر على دوك الهضور؟ واش انا عبده عندك؟ ضحك معايا فوق ما بغيتي وتهجروا ليا فوق ما بغيتي؟ وعلاش مشيتي لداك الشي اللي بعيد عليك؟ وعلاش كتكذب عليا؟ ربي بغى يفضحك داني لداك الماريو، غير كنشوف حتى زلقات ليا من يدي ما درتهاش بالعاني، وشوف شنو درتي ليا على قرعه هرستها. يعلم الله كون لبست شي لبسه من تما ولا درت شي حاجه اكثر من ديك التهريسه كون راك خرجتيني في ذاك الليل كيما درتي ليا. اش خاسر تخرجني وتفوت عليه؟ ماشي جديده عليك. ملي انت اسيدي مازال ما نسيتي مرتك، ما تجرجرنيش انا معك وتخليني نتعلق بك في الاخر دير ليا بحال هكاك. ملي انت باقي كتبغيها خليني في حالي وخليك في حالك، انا ما صالحش ليك وانت ما صالحش ليا. انا اللي صالح ليا هو ولد عمتي اللي بحالي بحاله، انت الله يسهل عليك. شاف فيها بحزن وقال ياك وتزوجي بواحد وانت كتبغي واحد اخر؟ اه نتزوج وندير ولادي. انت ديما دير في راسك باللي تفليتي على واحد البنت وخليتيها تبغيك وحطمتيها، عمرك ما غتعيشي هاني. غدا نعيش كيما انت دابا عايش، غنبغي راجلي في ولادي وعمرني نسمح لك لا دنيا لا اخره، وربي غيوقف معايا. عندك يسحب لك باللي بغيت الفيلا والفلوس وبغيتك حينت وزير؟ راه داكشي كله ماشي هو اللي خلاني نبغيك. انا بعيده عليك وانت كتنبش فيا وتجبدني، خليني عليك التيقار حتى كنرتاح وكتجي تمرضني وتمشي. بقى ساكت داير يدو على فمو كيشوف فيها مصدوم، ما لقى ما يقول، طول في السكات حتايا هو يشد لها في يدها وقال بحزن شديد اسمحي ليا. قبل ما يكمل هضرته جرات يدها وتزنقات، بغات تبكي وقالت الله يرحم لك الوالدين، خليني عليك التيقار، ما تهضرش معايا وما تقول لي حتى حاجه. قلتي بزاف ديك الليله وتيقتك وطلعتيني حتى السما ولحتيني بحال شي شرويطه، بقات فيك القرعه اللي تهرست وما بقيتش فيك انا اللي تهرست في صحتي. صافي دابا عرفتك على حقيقتك، غد طوخني بالهضره في الاخر الدور فيا بحال الا عمرك عرفتيني. وقفت قدامه كتشوف فيه وهو جالس حاضر راسو كيسمع، ما قدر يقول حتى كلمه، عارف الغلط منه وفضل يلتزم الصمت حسن ما يتسنطح معاها وهي شاعله باغا تبكي ويصدقوا منوضينها. انا شنو درت ليك يا يوسف؟ واش قتلت ليك شي واحد؟ واش جيت لصقت فيك؟ واش بسلت عليك؟ انت اللي خرجتيني في طنجه وبقيتي كتعيط ليا وغضبتي فاش بقيتي كتصوني ليا وانا ما كنجاوبكش. انت اللي زربتي وحكمتي عليا وقلبتي عليا فاش خويا هرس لي التليفون، وحتى فاش تلاقينا عند رحمه في الغدا ما هضرتيش معايا ودرتي بحال الا ما كتعرفنيش غير حيت ما جاوبتكش في التليفون. وفاش وصلتيني للدار قلت لك شنو وقع ما هضرتيش معايا وما تسوقتيش ليا، نزلت ومشيتي طاير قدامي. واش انا حيوان دير معايا بحال هكا؟ شوف غير انت ما جاوبتكش في التليفون وشوف شنو درتي، وتنفختي وقلبتي عليا وجهك بحال الا عمرنا خرجنا في طنجه وجلسنا وعاودت ليك وعاودتي ليا دغيا بقى فيك الحال. وعاوتاني فاش عرفتك مزوج ومشيت بحالي انت اللي جيتي قلبتي عليا ديك الليله، بقيتي عليا بالهضره وتيقتك وهاكي قلبي وعندك تجرحيني. وقبل هادشي فاش ما كنسولش فيك كتقول ليا كتنسيني وما كتسوليش فيا، وكنمشي نشارجيها كريدي باش نعيط لك انا ونسول فيك واخا ما عرفتكش كاع علاش كتعامل معايا هكاك وشنو انا بالنسبه ليك. واخا هكاك كندير مجهود باش ما نقلقكش، وغير الا نسيتك كتقلق. اما كون درت هادشي اللي درتي انت محال كاع واش مازال غنشوفك شي نهار.
كون راك ضربتي عليا في مره واحده وكرهتيني كاع، انت ما كتبغيش اللي يقلقك، ولكن تقلق واحد اخر عادي عندك. كندير لك في الخاطر باش تبقى على خاطرك، درت معاك شي حوايج عمرني درتهم غير باش انت ما تقلقش. جلست معاك ديك الليله واخا عارفه غنرجع وغنسمع الهضره غير باش انت تبقى على خاطرك. حاجه صغيره كتقلقك، وانا اش من خاطر درتي ليا؟ اشنو درتي على قبلي؟ طرطقتي فيها بحال هكاك، يبقى فيا الحال ولا ما يبقاش؟ ما عندكش المشكل، المهم انت ما تقلقش. اما انا زيد ناقص، كي تقلقت كي ما تقلقتش ماشي مشكل. غير خديجه الدرويشه دغيا كتبرد بلا ما نضربوا ليها الحساب، ماشي بحال يوسف الا تقلق مشكله اجا ما رجعوا على خاطره ياك. بردات فيه غضيضه وشكات حتى في الشات قلبها، عبرات بيدها وبكات وهو ساكت كيشوف في الارض. سكتات ودورت وجهها كتمسح عينيها اللي غادي كيشوف فيهم واللي جه كيشوف. شافوها الناس وهي كتعطيه في الهضور وتبكي وهو ساكت. كاين اللي تعجب وعجبو منظرهم وقال عشاق كيصفيو حسابهم، وكاين اللي بقاو فيه وبقى غادي كيتاسف ليهم. هز يوسف عينه بحزن وقال علاش كتبكي؟ شافت فيه مصدومه وقالت وشنو نضحك؟ واش بغيتيني نضحك؟ لا ما تبكيش، ما بغيتكش تبكي، واخا نضحك ونفرح ما كاين بول مشكل، خرج فيا عينيك واعطيني السم وقول لي ما تبكيش وصافي سمحي ليا. جلست حداه مربعه يدها كتنخصص وهو كيهضر وكيشوف فيها، تابع وجهها فين ما قلبات وهي ساكته. عندك الحق، اه بصح انا غلط وندمت وذنوبك خرجوا فيا، هضرتك صحيحه 100%. من داك النهار وانا مريض ما عرفتك فين مشيتي، ما خليت فين قلبت عليك انا وخوك. دابا كلشي ساق لينا الخبار، رحمه وحمزه وخوك كلشي عرفنا بجوج، ما جاتش حتى لدابا ونساليو كلشي. يلا قلنا بسم الله وفي اول مشكل وقع نفرتكو هادشي. ردات عليه بصوت مخنوق بالبكا، انت اللي درتيها لراسك، واش انا درت ليك شي حاجه؟ واخا كون قربت ليهم ما تغوتش عليا بحال هكاك. انت ما شفتيش راسك كيفاش هضرتي معايا يوسف وكيفاش شفتي فيا؟ كون صلاح لك كون قتلتيني ديك الساعه. عارف 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 راسي ما نسواش وما كانش خاصني ندير معاك بحال هكاك. انا كانت عندي ديك القرعه عزيزه وفاش تهرسات بقات فيا. شافت فيه وقالت عارف اش كتقول يا يوسف، راك غادي وكتزبلها. راي الا شفتي عندي شي ساعه في يدي ولا شي حاجه وكان عطاها ليا شي واحد كنت كنبغيه غتقول لي حيديها، ولا قلت لك عزيزه عليا غيبقى فيك الحال. راه شي حوايج كيضروا في الخاطر وشي حضور بلا ما تحس كتقولهم ليا كيمرضوني. راه ماتت الله يرحمها، واش كتغيري منها وهي ميته؟ اه حتى مرت الرسول عائشه رضي الله عنها كانت كتغير من خديجه وهي ميته في كل مره هضر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على خديجه. بقيت غير انا اللي بحالي بحال الناس ما نغيرش. جاوبها بابتسامه اخر مره نجبدها صافي، ادعي معاها بالرحمه وما عمرني نجبدها لك. الله يرحمها ويوسع عليها، ما دارت لي حتى حاجه، وانت اللي عزيز عليك داكشي ديالها وكتغوت عليا. قاطعها كان واعدك ما نعاودش نغوت عليك، الا عاودت ديري فيا اللي بغيتي. بقات غير ساكته. قرب منها وشد في يدها بيدو اللي فيها الفاصمه وقال كنت عارفه شحال كتعجبني هاد الغيره ديالك اللي كانت غتخرج عليا وعليك. ماشي غيره، انت غوتي عليا حتى كنت غضربني وصافي نساي، وعدتك ما نعاودش اخر مره وسمحي ليا. تنهدات وحن قلبها لصوته الحنين وبقات ساكته. شد ليها في يدها وقال بابتسامه وكنتي غتزوجي العجب ليك خديجه. شافت به بنص عين وسكتات وقالت بتردد مالك في رجلك؟ عاد شفتيها؟ شنو بقى عليك؟ راه رجلي كانت غطير وكنت غنموت بسبابك وغتبقاي بايرة. خرجت عينيها وقالت علاش مالك شنو بقى عليك؟ عاد دابا تخلعتي عليا حتى ما خليتي فيا اللي نسيتي، وانت ما شفتيش يديا اللي كلاو هذيك الليله وتجرحوا وهما كيجمعوا في الجاج. انا بعدا فاش شفتك راه تخلعت واخا ما سولتكش، اما انت شفتي غير الجاج، انا زايده ناقصه. هزيت دهباسها وقالت سمحي لي بزاف حبيبه، اول مره واخر مره، راه حتى غبرتي عاد رجع لي عقلي. الا بقيتي هكا غادي غير نعيشو في النكد، تبقى تعصب وما تشعرش، من بعد تبرد عادي تنادم معاك الحال. الا تعصبتي وقتلتيني وبردتي وتنادم معاك الحال اش غتقضي؟ غنموت من موراك. انا دابا رجعت كنخاف من هاد الهضره، انت تقدر تقلب فيا وتهجروا ليا في البلاصه، حسن ليا ما نفرحش بزاف. وحلفت ليك ما نعاود وما غنبقاش نتعصب عليك. شنو وقع لك في رجلك؟ درتك سيده هادي 4 ايام باش حيدت القبص. شدات في حنكها هي كيفاش وقع لك؟ ديك الليله نيت اللي خرجتي فيها
في الصباح مع الفجر شافك واحد من الحراس غادية كتجري وقالها ليا، ما كانوش عارفيني كنقلب عليك، اما كون شدوك تبعوك يقلبوا تبعتك وانا ندخل في واحد الكاميو تقلبت بيا الطوموبيل، ما سحبش ليا انت في الدار، حسب ليا خرجتي مشيت في ديك الساعه فاش دابزنا. ايوا ودابا باش كتحس؟ دابا مزيان الحمد لله، الطوموبيل تعجنات ومشات الله في راي، وانا مشيت للكلينيك نعس تما 20 يوم، تقاسيت من عنقي ورجلي ويدي تشقات، هرسوها وداروا لي القبص باش تبرها من جديد. ولالا خديجة كتوجد لعرسها وحبيبها كيموت غيتسطب تقلاب عليها وما عنده حتى كيدير ينوض. البات وجهها ساكتة وهو يضحك، طور يديه مور ظهرها على النقا وهي تهرب. الناس كيشوفوا فينا حشومة وحرام، اصلا راه خطبتك من خوك وقرينا الفاتحة دابا بلا ما تقول لي حتى حاجة. شافت فيه في دهشة وقالت شنو كي كتسمعي وليتي خطيبتي؟ ايوا الفاتحة خاصة الاشهار والاعلان عاد اجي عنقني. ناضت وقفات عطاتو بالظهر مخبية فرحتها وضحكتها وعيونها البراقة باش ما تفضحش قدامه. تمات غادية وكتلفت وقلبها كيرفرف. ناض وقف هز رجلو تكا على عكاز وتبعها كيهضر موراها ويضحك وهي غادية. واجي مالك هربتي؟ وغير اجي بلا ما تخباي. دارت راسها ما سمعتش وكتضحك في صمت وهو موراها تابعها بشوية. زين تيتيز وزين ما نشوفوكش. تلفتات كتضحك ووقفات حتى وصل عليها. غنشوف داك العكاز كي كدير ليه، عطاها العكاز وهي تبعد ليه، خلاته واقف على رجل وحده. يلا تبعني نوريك الزين. ولا شتي دابا ما تضحكيش معايا في العكاز، اجي اري لي عكازي واجي عنده غنجي نزرع عليك الراس، اري لي ديالي اجي عنده. ها هو نقز على رجل وحده وهي كتبعد ورجع وقف كيضحك. واعطيني دابا هانتي غنطيح. ويلا قول لالا خديجه اعطيني عكازي. ضحك بزز منه وقال لالا خديجه اعطيني عكازي. غتبقى تعيط عليا لالا خديجه ونعيط لك لالا خديجه غير اري لي عكازي. يلا قولها لالا خديجه الغزاله الفنه واري لي العكاز هنا، راه غنشدك نسلخك به ياك وكتحلف عليا. ايوا بقى تما. تلفتات كتضحك بغات تمشي وهو ينقز بالزربه على رجل وحده، ما جات فين تلفت وتهرب حتى شدها وخلعها ولات كترطب. حيد ليها العكاز وشدها من رقبتها. كيفاش هيا راك انت كنضحك معاك؟ كنضحك معاك حتى انا هانيه ياك؟ بركلها على عنقها. اي فشلت فشلت. وقولي سيدي يوسف سمح لي عمرني نعاود. شنو؟ اي وصافي صافي سيدي يوسف سمح لي عمرني نعاود. وصافي عمرني نعاود. مازال ما قدرت نتيق انك كنتي غتزوجي، خاصني نتيقك باش نعلقك. غنجلس لك في الارض، راه فشلت طلق. واش بصح بصح بغيتي تزوجي؟ اي حرام عليك عنقي. طلق منها خلاها كتحك وخشى يدو في يدها وقال توحشك واخا انتي ما توحشتينيش. شافت فيه حشمانه وقالت وشكون قالها لك؟ باينه في عيني على هاد الحساب مازال ما فهمتي عيني. انشوف. وقفت قدامه كتشوف فيه هو كيشوف فيها وكيقول توحشتيني؟ لا غيكذبوا عليك. شد ليها في يدها وكيضحك ومشاو في اتجاه السياره. طلعت حداه رجعوا للمقهى فين خلاو محمد. نزلوا خديجه حانيه الراس خايفه من محمد يحرجها، لكن يا للعجب كيفاش سكت ما هضر منطق ومثبت حتى هو كيهضر بالعبار. جلسوا في مطعم قريب من القهوه تغداو فيه كيجمعوا. خديجه ساكته. من بعد طلعوا في الطوموبيل، هي ركبت اللور ومحمد القدام حدا يوسف وانطلقوا في اتجاه الدار البيضاء. نعسات في الطريق ما فاقت حتى لقات راسها في الفيلا الداخل ومحمد كيفيقها بشويه. حلات عينيها ونزلت كتقاد الفولار حشمانه ومثبته. جبد يوسف تليفون جديد من جيبو عطاه ليها قدام محمد وقال هاكي راه فيه نمره جديده باش نهضر معاك. حركت راسها مدرقه ابتسامتها حشمانه من محمد وطلعت مع الشيفور. توادع محمد مع يوسف وطلع حدا خديجه راجعي للدار وهي فرحانه بالخبر الصار ديال الخطبه. وصلت لدارهم ودخلت فرحانه وفي نفس الوقت خايفه من خوها، لكن تعجبات ملي ما هضر منطق ودخل وسكت. مشى عند ولدو جلس حداه، جراتها مليكه للكوزينه وجلست كتبحث فيها وتسول فين كنتي يا المسخوطه؟ نضت عليك القرباله بصح؟ فين كنتي؟ عند عمتي في الجبل. ويلي وداك الوزير اش دار؟ كون شفتي شنو وقع؟ دار واحد الكسيده كان غيمشي فيها، وشحال هو نعس السبيطار وكيعيط لمحمد يسولو عليه وقال ليه بغيت خصك الزواج. محمد بقى غير حال فمو بغى يجيب داك فين ما كنتي، ومشى ديك لارا عند البوليس. مهمه خلى ما دار حتى خرج من السبيطار وعرض علينا الفيلا. هي ديك الفيلا يا اختي شحال كتهبل، ديك المره في الاسبوع ما خلاونيش ندخل لداخل، ولكن هاد المره دخلت كتحمق. ايوا كمل شنو وقع؟ هضر معاه وكان داير القبص لرجلو وجالس كما كيتحركش.
قال له انا بغيت خديجه وخطبك وقرينا الفاتحه ونطنا نقلبوا عليك يا اختي سعداتك عندك تزوجي وتنسينا يا حقه راه محمد بدل الخدمه وخطيبك اللي خدمه حتى تشوفيني تزوجت بعدا نمشي نصلي. مشات خديجه صلات وتعشات معاه اول مره تشوف محمد راشق عليه كيضحك عجبها الحال ناضت بعد ما سالات العشاء مشات نعست في السداري ديالها وشادت التليفون كتكتشف فيه شويه تم جاي عندها عصام ولد خوها كيفرنس وتخشى حداها في الفراش باغي يشوف التليفون حتى هو عنقاتو بدات كتوري وكتخليه يشد ويشوفه هو فرحان حتى بدا كيصوني ليه في يده شداتو من عنده فرحانه عارفه شكون اللي كيصوني وشكون من غيره يوسف الوحيد اللي عنده نمرتها جاوبات بصوت منخفض وعصام حداها كيهضر الو الو نعستي لا مازال وانت مازال شنو كدير متكي شكون معك ولد خويا الصغير عندك شي ولد خوك صغير عصام واش كيدير حداك كاين ناس حدايا مره مره عزيزه عليه مسكين وقولي لي نعس حدا باك خلي البلاصه لما ليها ضحكات وبقات ساكته ما ردتش عليه الحب والرومانسيه غير كيتشتت بين هاد الجوج ولكن يوسف واخا هكاك ما تصاطاتش ليه القضيه ديال الزواج غير يدور يجبدها عليها راه مازال ما نسيت القضيه ديال الزواج ونسى راكم كان مكتوب عليا نتزوج كنت زوج صافي نسى واجي مسحها ليا من الكارت مار ديال راسي كون قدرت غنمسحها راه حتى انت ما تنساش اش درتي ليا حتى وقع قبل ما تكملها قطع وصافي دابا واش غنبقاو كل شويه نهضروا في داكشي ياك هضرنا وتسامحنا ناري يوسف ما عرفت كي ندير معاك ياك انت اللي جبتي الهضره دابا علاش كتقلب دغيا ما كنتقلبش عرفتي وليت حافظك كون ما كنتيش انت اللي غلط كون راك غضبتي شي غضبه يعلم الله قداش وغدير من الحبه قبه وتنوض فضيحه وما تسكتش من الهضره شوف غير دابا وشنو درتي عارف راسك غلطتي واخا هكاك ما بغاتش تدوز ليك قضيه الزواج خديجه تصبحي على خير وعندك تعيط غنعيط لا ما تعيطش فيا النعاس دابا انا كنهضر معاك وانت باغي تنعس مالك هكا ما جاوبهاش وهضر غندابزو حتى الغدا ونهضروا لا ما عندنا علاش نتابزو حنا غير كنهضروا انت ما كيعجبكش اللي يبين لك عيوبك واخا لا انا كامل عيوب صافي وشوف دابا كيفاش رجعتي كتهضر جاوبها بصوت ثقيل ما بغيتش نعس مع الصبه ديديج وانا نعس مع الصبه ماشي مشكل لا حتى انت ما تنعسيش مع الصبه ما قلنا والو دابا لا كنت مزيانه انت دابا عصبتيني بهاد الهضره وشنو قلت لك انا صافي صافي نعس راه كنضحك معاك غير نعسي غدا في العشيه نشوفك صافي حتى يصبح ويفتح ما مقلقاش لا يلا تصبح على خير تصبحي على خير قطعات ونعسات والصباح ناضت لقات مصبح عليها بمساج الغزل كيضحك بحال الا ما وقع والو جاتها الضحكه وحطات التليفون ومشات تشوف شغلها بقات كدور من هنا ومن هنا حتى دازت نص النهار ديالها في الشقه ورجعات لتليفونها تطلع عليه لقاته معيط ومعاود ومصيفط لها ميساجات تخلعات هزاته يلا بغات تصيفط ليه ميساج وهو يعيط جاوبته في البلاصه سمعته كيغوت فينك النهار كامل وانا كنصوني فين حاطه التليفون راه حطيتو يتشارجا ما سمعتوش قلت لك يبقى التليفون في يدك فاش نعيط جاوبي داك التليفون لصقيه بالسكوتش حدا ودنك ما تخلينيش كنعيط ونعاود صافي دابا ما طرا والو غنبقى نهزو معايا ولا مسغوت المهم ما كنبغيش نبقى نعيط وانت ما كتجاوبيش كيقول لي راسي على من الله فين مشات ردات عليه بمزحه هربت تسحب لك هربت وما نعرف مهم كل شيء مزيان مزيان بغيت نقول لك غنمشي لمراكش لواحد الاحتفال ديال واحد الشركه كبيره دارت في المغرب بغيتك تمشي معايا انا نمشي غدا نرجع علاش نمشي بوحدي وهو احتفال فيه وزراء ومعاهم الزوجات ديالهم كيلقيو كلمه تحفيز ودعم للشركه وصافي يلا تمشي وما تخافي ما تحشمي انا بغيت نديك معايا غندوز عليك من دابا شويه كون قلتيها قبل عاد شفتها في البروغرام نسيت المهم الشيفور غيدوز عليك دابا شويه يديك عندي للدار راه غنصيفط لك السكرتيره ديالي تجي تعاونك ما تكثريش معاها الهضره بزاف باش ما تصرش عليك وانت فينك انا من 8 الصباح وانا من اجتماع اجتماع مازال ما مغديش كاع غنسالي واحد الاجتماع ونجي نتغداو بجوج باش نمشي واخا غير ما تعطلش شنو غنقول لمحمد انا غنصيفط ليه ميساج ما تهضريش كاع معاه ورجلك كي غدير ليها كدرني شويه فاش كنمشي بلا عكاز وصابر ليها بزز مني ما عندي ما ندير ما كنبغيش نعطيها الضغط باش تبرع لكن غنحيد العكاز ونصبر ليها جاوبته بحزن واخا الله يشافيك امين يلا سير راه الشيفور جاي عندك واخا قطعات كتاسف لرجله اللي كيمشي عليها بزز ومشات هضرات مع مرت خوها خبراتها بالموضوع ما رداتش على الاسئله دمعليكه وهضرتها لي ما كتقعداش مشات هزات ادواتها اللي كتستعمل جمعاتهم وخرجت مع الشيفور داها الفيلا
دخلت ما لقات حتى واحد، بقات كدور تما وتجمع مع المرة اللي مقابلها دريس. شوية سمعات الهضرة برا، خرجت ظلات بان ليها شاب طويل، كان هو عثمان ولد فطيلة. خرجت ووقفات وسلم عليها باحترام واقف في الباب. كاين يوسف؟ لا شوية ويجي. واخا اختي الا جا قولي رجع عثمان ومشى للفيرما، بغيت نهضر معاه ما عنديش نمرتو، قولي عيط ليا. واخا سيدي الله يعاون. مشى خرج وتلفتات، بغات تدخل وهي تشوف دريس في الكرسي في البالكون، كيشوف ويصدر صوت الانين وكيتحرك ويدفع بالكرسي ويبكي. طلعت كتجري عنده مخلوعة، لقات الدموع نازلين على عينيه والانين ديالو كيتقطع. عيات تعرف مالو تسولو حتى طلعت المراه عندهم. رجات واحد البنت كتسول عليك لتحت، انا هنا معاه غير سيري. نزلت خديجه وهي كلها حزن واسى على حاله دريس. لقات نفس السكرتيره اللي كانت في الفيلا ديال الرباط نهار حفل توزيع الحقائب الوزاريه. ابتسمت خديجه ابتسامه خفيفه وقالت اجي معايا الفوق. مشات موراها السكرتيره وهي ساكته ومحترمه عكس المره اللي فاتت، وتطوال اللسان معاهم وحركاتها اللي كانت مستفزه. دخلوا البيت واول ما دارت خديجه دوشت ونشفت شعرها وجمعات وشفنجه. عاونتها السكرتيره في اختيار الملابس ولبستها كسوه طويله في البني والباج وفيها وريضات في الزهري خفاف طويله وانيقه بثوب خفيف مع فولار في الباج وحداء عالي شويه. حطت لها ماكياج خفيف بزاف، جات انيقه وجميله وبريئه. عجبها الحال فاش شافت راسها في المرايه وبدات كل شويه تدور وتمشي تشوف راسها. جمعات الحوايج اللي جابت معاها السكرتيره ونزلت لتحت، لقات يوسف بالكوستيم غادي جاي كيزرب وكيعرج على رجلو كيهضر في التليفون. تلفت شافها وهو يضحك وتبعها بعينه، شار ليها بيدو ورجعت قلب حتى سال الهضرة وقصد خديجة اللي جالسة متبتة وحشمانة. حط يدو على كتفها بابتسامة إعجاب وقال تغديتي؟ مازال. حك في لحيته كيتلفت ما قادرش يعبر ليها وقال أشي نتغداو؟ نضت معاه شديها في يده، مشاو للطبلة اللي محطوط فيها الغدا وقزو. فين هي الجرأة في الكلام اللي في التليفون؟ كل شي مشى بمجرد ما تشوفه. رجع واحد مستحي من الآخر بحال إلا أول مرة يشوفوا بعضياته. يوسف كيتغدى ويدور يشوف فيها ويسهب ابتسامة كيتأمل جمالها. نظراته كتزيد تحشمها وهي دايرة راسها ولا على بالها. غداهم في جو رومانسي كله نظرات اشتياق وإعجاب. شد ليها في يدها وتمو خارجة لبرا، فتح ليها الباب السيارة مرسيدس ركبات اللور وبقى هو برا كيهضر مع السكرتيرة بجدية وصرامة. مشات السكرتيرة من جهة وطلع هو في السيارة حدا خديجة من جهة. دخل الشيفور البريزة اللور وطلع قدامهم صايك بيها. شد لها يوسف في يدها ورجع كيتأمل من جديد. شافت فيه وقالت بابتسامة وخدود وردية مالك؟ والو، بس يديها وهو كيشوف فيها وتنهد. عام الصمت للحظات حتى كسرو يوسف وقال أول مرة تمشي مراكش؟ آه. زير على يدها ومالك خايفة؟ لا ما خايفاش، حسيت بك مخلوعة. نهدات بحزن وقالت غير أول مرة نمشي بحال دوك بلايص وصافي. أنا معك حبيبة ديالي، أنتي ماشي بوحدك ما تخافيش. تكا راسو اللور مايل وجهو جهته كيضحك وقال جمعك الماغو حتى انت شكل زرق زوين ما نكونش بحالك. سكتات وقلبات وجهها كتضحك ومره مره تلفت عنده وهو متكي كيشوف فيها. عام الصمت من جديد وطولت خديجه تشوفه في الشاش حتى حسات بيدو اللي كانت كتلعب في صباعها توقفات وهي تلفت عنده لقاتو نعس. دارت ابتسامه وتنهدات بالسيف ما ينعس وهو ناعس معطل وفايق بكري، راسو عامر باغي غير ساعة يرتاح فيها. وحتى الهدوء وصوت طريق رخاو ليه أعصابه واستسلم النوم. هزات يدها على جبهته وبدات كدوزها بشوية على شعره، مجرد ما قاصت شعره رمش وهو مغمض عينيه بدون ما تنتبه ليه. بقى كيما هو مفتحش عينيه وخلى يدها سارحة على خصلات شعره. طريق كاملة وهي كتأمل في ملامحه عن قرب كأنه سلمها وجهه تحفظ حروفه كيما بغات. ما تحركش وخلاها كتلعب في شعره حتى شافت راسها داخل المدينة حمرة بناخيلها الأخضر خرجت حرارتها النارية. بعدات شوية وطلعت من الجاج حتى حسات بيتحرك وتحركات يدو اللي في يدها وهي تلفت. وصلنا، رد عليها بابتسامة ونظرات حب. وصلنا، شفتي مراكش؟ آه زوينة زوينة بيك، بلا بيك كانت غتجيني خايبة. تلفتات كتضحك ورجعت وجهها للجاج وقالت فين غنمشيو دابا؟ غنمشيو نيشان الحفلة، أصلا وصلنا معطلين. حلقة اليوم كتنتهي هنا، تلقاو غدا إن شاء الله في حلقة جديدة في أحداث جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.